لو سألنا شنو عكس كلمة البخيل؟ تدرون انه هاي الإجابة طلعت مو يعني مو كلش دقيقة؟ طول عمرنا عبالنا البخيل عكس الكريم. البخيل عكسها المسرف. لا، البخيل عكسها المسرف. لأنه البخيل هي صفة مو حلوة، والمسرف هذا أيضا صفة مو حلوة. وأرسطو يقول الفضيلة تقع بين رذيلتين، البخل على صفحة والإسراف على صفحة، فالكرم وين يصير؟ بالنص. لأنه البخل هو أنه ما تنطي أبد، والإسراف هو أن تنطي بدون عقل، أما الكرم هو أن تنطي بعقل. وعلى هذا الأساس إذا عفوا يعني إذا سألت شنو عكس كلمة الجبان؟ لا، الجبان عكسها مو شجاع، الجبان عكسها المتهور. الشجاع يصير بيناتهم، لأنه الجبن هو أنه ما تقدم على أي شيء، أما التهور هو أن تقدم على أي شيء بدون عقل. أما الشجاعة هو أن تقدم ولكن بعد ما تقدر العواقب. في كل شيء لازم تختار الوسطية، لأنه الوسط هو الصح. لذلك اليوم لما تشوف أكو مشاكل هواي موجودة، يقول لك واحدة من عدهن هي التطرف، يعني يا أما بخيل يا أما مسرف، يا أما جبان يا أما متهور. الفضائل كلها تكون بالوسط. يمكن حتى بالقرآن وجعلناكم أمة وسطا، دلالة على أن الوسطية هي دائما هي أفضل الأشياء. إذا طبقنا هذا الموضوع اليوم على العراق، يعني عدنا شنو اللي صار؟ واحدة من المشاكل أنه إحنا كنا بزمن صدام حسين حكومة قوية، حكومة ترصد الشعب من الألف للياء. كانت أكو ناس حتى وهي ببيوتها تخاف أحيانا تتكلم، وصارت فعلا انه اكو اخ بلغ على اخوه، واكو جوارين بلغوا على جوارينهم، بحيث الانسان كان وهو ببيته خايف، فكان اكو كبت. بعد ما صار التغيير صار فوضى. الناس شو عبالهم؟ عبالهم حريه. فلما يكون اكو كبت عكس الفوضى وبالنص هي الحريه. مشكلتنا لما طلعنا من زمن صدام ورحنا على الفوضى عبالنا انه هاي الحريه. لا، هاي الحريه تكون بالوسط. يعني الحريه هي انه تكون اوكي تفكر بكل شيء، وتاكل اللي تريده، وتلبس اللي تريده، وتقول رايك باللي تريده، لكن كل هذه الامور يجب ان تكون وفق مقاييس. طبعا مو انا الاوضح يعني، بس عموما اللي صار هذا يسمونه فوضى مو حريه يعني. وحتى يمكن شفنا هواي اكو ناس يقول لك والله من يلا يابا ما يصير هالشكل، يعني حتى اللي يمكن حوسمه وكذا يابا ما يصير، يا هي مو حريه. لا، الحريه هي مو هذه، يعني الحريه لها قواعد واصول وغيرها. يعني على ما هو كلامنا مو على الحريه وعلى الفوضى او الفرق عن الكبت، وانما كلامنا عن الوسطيه. كفيلسوف اسمه هيجل، فيلسوف الماني، يعني يتكلم شويه بمؤلفاته كلش يعني معقده يعني يعتبروه، لكن واحده من النظريات اللي خلاها هي عن هذا الموضوع، انه قال الامم غالبا ما تتطور، ماكو امه جاي تتطور، كل ما هنالك انه هي تنتقل من هذا الجانب الى هذا الجانب هي عبالها تطورت. تشوفون اكو وايد دول لربما يمكن يقول لك والله احنا كنا مثلا بالخمسينات كانوا البنات يلبسون كذا والى اخره، وكانوا الولد يسوون كذا ويلبسون كذا، هسه شو اختلف؟ صاروا البنات يلبسون كذا. ما ارد احدد حتى لا يصير كلام، لكن عموما بين قوسين يقول لك مثلا كان الشعب متحرر، شو هسه انغلق، ومثلا لا بالعكس اكو شعوب كانت منغلقه انه بتحررت وكذا. هذا يروح من النقيض للنقيض، لكن هو ما جاي يروح على الوسط، على الوسطيه اللي هي يكون بيها تصرف جيد ولكن بشكل محسوب يعني. فيقول انه هو الامم ما جاي تتطور، هيجل يقول انه هو يجي من هذه يروح للطرف الثاني وعباله انه هو تطور، راح من تطرف الى تطرف ثاني. لا اكثر ولا شيء يعني، ما سوينا شيء ثاني. لذلك الوسطيه هي يعني افضل شيء. حتى بايام الطائفيه اتذكر، ايام الطائفيه انا كان عندي راي بوقتها انه اللي صار شنو؟ اللي صار يا اما تعال انا ذبحك لانه انت مو من مذهبي. فبالتالي طبعا هي جماعات هنا وجماعات هناك، هو مو كل اللي هنا ولا كل اللي هناك، بس هي جماعات هنا تسوي هذه القضية، تقول لك والله لأنه أنت فقط مو من مذهبي فأنا لازم أذبحك يعني، أو أقتلك أو أصكك يعني مثل أو دمك حلق. فيجون أكو ناس شو يقول لك؟ يقول لك لا إحنا على مود نلغي هذا الموضوع، نقول ماكو فرق والأديان نفس الشيء والمذاهب نفس الشيء بالضبط. ما هذا أيضا أنا بوقتها كنت كتبت حتى مقال بجريدة طلع، فقلت لا أنه حتى هذا مو صح. الصح أنه أوكي يعني تعتز مثلا بانتمائك، سواء كان على مستوى القومية أو على مستوى الدين أو على مستوى الثقافة، أنه أنا هذه قوميتي أو هذا ديني أو هذا مذهبي وأعتز به، لكن أنا أحبك، لكن أنا أحترمك، لكن أنا طالب بحقوقك رغم أنه أنت مو من قوميتي. هذا الشيء صحيح، مو انه اذوب قوميتي وقوميتك وانت الموضوع، او اذوب مثلا ثقافتي وثقافتك وخلينا نعيش بثقافه واحده، هذا ايضا صار، لكن الناس بما انه شافت دم فراحت على الجهه الاخرى. لا لا، انت ممكن تحتفظ بكل شيء وانه تكون وسطي في كل تفكيرك يعني. الوسطيه دائما جيده، والدليل انه انت قاعد على اليمين وانت قاعد على اليسار،
وأنا قاعد بالوسط.